السؤال الثاني شيخنا الكريم، هو أني اشتريت هذا الخاتم من فضة من المدينة، وكان في يدي، وأخونا أبو أحمد جزاه الله خيرا نبهني فقال بأن الشيخ يفتي بعدم الجواز جواز بعدم الجواز ماذا؟ هذا الخاتم. هذه دبلة وليس خاتم الخطوبة. نعم، قلت له لماذا هو قال هذا الكلام؟ فهمت منه؟ فهمت منه أنه يعني يقصد أن هذا من عمل المشركين. وليس لأنه خاتم فضة. نعم، ليس لأنه خاتم فضة. نعم، خاتم الفضة يجوز. نعم، أما أي شيء من لباس الكفار ومن تقاليدهم وعاداتهم فلا يجوز، فإن كان هذا من ذاك فمن هنا جاء المنع. أنت ما علمك في الموضوع؟ أنا كنت طالعت كتاب آداب الزفاف. لا، سؤالي محدد جدا. نعم، ما علمك في موضوع خاتم الخطوة؟ ولو كان من الفضة يجوز؟ لا يجوز. هذا هو، فإن كان هذا هو خاتم الفضة وخاتم الخطوة فلا يجوز، أما إن كان خاتم فضة وليس خاتم خطوة فيجوز. جزاكم الله خيرا. هذا ليس بخاتم الخطبة. نعم، ليس بخاتم الخطبة هذا. هذا بينك وبينه يا شيخ. الآن هذه دبلة وليس بخاتم. طيب، أي نعم يا أخي، دبلة إيش معنى خاتم خطبة؟ أي نعم شيخنا. أنت من بس ليس له فس هذا. هل إيش؟ نعم، أنا ما أريد أن أقول في هذه التفاصيل. نعم، إذا اختلفتما فعليكما أن تتفقا. نعم، إذا كان نحن كلمة دبلة هذه ليست عربية. نعم، لكن عندنا خاتم خطبة. نعم، فهذا خاتم خطبة. نعم، إن كان كذلك لم يجوز، وإن كان ليس كذلك جاز. نعم شيخنا. فإيش ما الخلاف؟ أنا شيخنا اللي أنا فهمته مرة منك يعني بالتفصيل، يعني ما يصير هذه الدبلة أولا تشبه بالكفار. ما اختلفنا يا أخي. أنا تفصيل شيخنا الموضوع الأولاني شيخنا يعني مفهوم شيخنا. أما الآن هذه الدبلة ليس عليها شيء. ما بيعني يعني. هل هذا خاتم خطوة عند النصارى؟ نعم، هذا في علمي هكذا. تتفق أنت وياه في هذا؟ طيب شيخنا ممكن تفصلنا هيك شغلة بسيطة؟ لا، ما عندي أنا تفصيل. نعم، أنا عندي يعني فكرة علمية. نعم، أما شو هي خاتم الخطوة بالذات عند النصارى أنا لا يحضرني. نعم، أنا أترك المجال لغيري. طيب، جزاك الله خير. شيخنا السؤال هو هل ثبت حديث الأذان في الولد اسمه أنه ضعيف؟ أي نعم. فهل يعمل به؟ لا. فما تنصحون؟ نصيحتي هذا بيان للناس. كنا نقول من قبل بشرعية الأذان في أذن المولود، مع العلم بأن الحديث الذي ينص على سنية الأذان في أذن المولود مروي في سنن الترمذي بإسناد ضعيف، لكننا نحن على طريق تقوية الأحاديث الضعيفة بالشواهد كنا وجدنا لهذا الحديث شاهدا في كتاب ابن قيم الجوزي المعروف بتحفة الودود في أحكام المولود. كان يومئذ عزاه لكتاب شعب الإيمان للبيهقي، ومع أنه صرح بأن إسناده ضعيف فقد اعتبرت تصريحه هذا بأن السند ليس شديد الضعف، وبناء على ذلك اعتبرته شاهدا لحديث الترمذي وهو من رواية أبي رافع.
ولم يكن يومئذ كتاب شعب الإيمان بين أيدينا لا مخطوطا ولا مطبوعا، لأنكم كما يعلم كثير منكم مع وجودي في المكتبة الظاهرية وفيها الألوف المؤلفة من المخطوطات الحديثية، فلم يكن هذا الكتاب شعب الإيمان للحافظ البيهقي موجودا في هذه المكتبة بل وفي أكثر مكاتب العالم. أما اليوم فقد تيسر طبع هذا الكتاب شعب الإيمان وانضم إلى المكاتب الإسلامية كتاب نفيس جدا فيه كثير من الأحاديث التي لا توجد في الكتب الستة بل وفي غيرها أيضا، منها الحديث الذي كنت اعتمدت على ابن قيم الجوزية في اعتباره شاهدا لحديث أبي رافع في سنن الترمذي، وإذا بهذا الحديث رواه الإمام البيهقي في كتابه الشعب بسند فيه راويان متهمان بالكذب، وحينئذ تبين لي أن ابن القيم رحمه الله كان متساهلا في تعبيره عن إسناد الحديث بأنه ضعيف فقط، وكان الصواب أن يقول بأنه ضعيف جدا، لأنه في هذه الحالة لا يجوز لمن يشتغل بعلم الحديث أن يعتبر الشديد الضعف شاهدا لما كان ليس شديد الضعف، وحينئذ لم يسعني إلا التراجع عن تقوية حديث أبي رافع في سنن الترمذي بحديث شعب الإيمان لشدة ضعفه، فبقي حديث أبي رافع على ضعفه، ونحن على ما هدانا الله عز وجل إليه من عدم جواز العمل بالحديث الضعيف رجعنا إلى القول ما دام أن حديث أبي رافع أصله ضعيف السند والشاهد له أشد ضعفا منه، إذا بقي الضعف على ضعفه، فرجعنا عن القول السابق في سنية أو شرعية الأذان في أذن المولود. هذا هو جواب السؤال.